هذا المثلث لدينا هنا هو مثلث قائم الزاوية، وهو مثلث قائم الزاوية لأن له زاوية 90 درجة أو فيه زاوية قائمة. الآن نحن نسمي الضلع الطويل للمثلث القائم الزاوية، نسمي ذلك الضلع، وهو كما ترى أطول ضلع في المثلث القائم الزاوية، أو الضلع المقابل للزاوية 90 درجة، إنه يسمى الوتر هايبوتنوس. إنها كلمة رائعة لفكرة بسيطة، وهي أطول ضلع للمثلث القائم الزاوية أو الضلع المقابل للزاوية 90 درجة. ومن المفيد معرفة ذلك لأن البعض يمكن أن يقول أن الوتر فقط يتحدثون عن هذا الضلع هنا، الضلع الأطول الضلع المقابل للزاوية 90 درجة. الآن ما أريد عمله في هذا الفيديو هو أن أثبت أن العلاقة علاقة مشهورة جدا، ويمكنك أن ترى هذا، علاقة مشهورة جدا بين أطوال أضلاع المثلث قائم الزاوية. إذن لنقل أن طول AC، حرف A كبير حرف C كبير، لنسمي ذلك الطول A بالحرف الصغير، لنسمي طول BC بB حرف صغير. سوف أستخدم الحروف الكبيرة للنقاط والحروف الصغيرة للأطوال. ودعونا نسمي طول الوتر طول AB لنسميه C. ودعونا نرى إذا كنا نستطيع أن نستنتج علاقة بين AB وC. ولعمل ذلك سوف أقوم أولا بعمل خط آخر أو مقطع آخر يجب القول بين C والوتر، وسوف أكونه بحيث أنهما سوف يتقاطعان بزاوية قائمة، ويمكنك دائما عمل ذلك. سوف نسمي هذه النقطة هنا، سوف نسمي هذه النقطة دي كبيرة. وإذا كنت قلقا كيف تستطيع عمل ذلك دائما، يمكنك تخيل إدارة كل هذا المثلث كاملا هكذا، وهذا خارج الإثبات لكنه يعطيك فكرة عامة عن كيف يمكنني دائما أن أكون نقطة كهذه. بالتالي إذا قمت بإدارته فإن الوتر، نحن الآن على الوتر، هذه الآن النقطة B، هذه النقطة A. فإذا أدرنا هذا الشيء كله دورة كاملة، هذه النقطة C، تستطيع أن تتخيل فقط إسقاط صخرة من النقطة C، يمكن أن تكون معلقة بخيط، فسوف تضرب الوتر بزاوية قائمة. فهذا كل ما عملناه هنا لنؤسس المقطع CD، حيث وضعنا النقطة D هناك. والسبب وراء عمل ذلك هو أنه يمكننا الآن عمل بعض العلاقات المشوقة بين المثلثات المتشابهة، لأنه لدينا ثلاث مثلثات هنا، لدينا المثلث ADC، ولدينا المثلث DBC، وثم لدينا المثلث الكبير الأصلي. نأمل أنه يمكننا أن نجد التشابه بين هذه المثلثات. وأولا سوف أبين لكم أن ADC مشابه للمثلث الكبير ABC، لأن كلاهما له زاوية قائمة. ADC له زاوية قائمة هنا، ولأن هذه الزاوية 90 درجة فهذه الزاوية ستكون 90 درجة أيضا، فهما مكملتان مجموعهما يساوي 180 درجة. وإذا كلاهما يوجد فيه زاوية قائمة، المثلث الأصغر فيه زاوية قائمة، والمثلث الأكبر من الواضح أن لديه زاوية قائمة، وكلاهما يشتركان أيضا بهذه الزاوية هنا، الزاوية DAC أو BAC كيفما أردت أن تشير إليها. يمكننا في الحقيقة أن نكتب أن المثلث، سوف أبدأ بالمثلث الأصغر ADC، ربما سأظلله هنا، فهذا هو المثلث الذي نتحدث عنه، المثلث ADC. وأنا سرت من الزاوية الزرقاء إلى الزاوية القائمة إلى الزاوية غير المعلمة من وجهة نظر المثلث ADC. هذه الزاوية القائمة لا تنطبق على هذا المثلث هناك، إنها تنطبق على المثلث الأكبر. بالتالي يمكننا القول أن المثلث ADC، المثلث ADC هو مشابه للمثلث، مرة أخرى يجب أن تبدأ من الزاوية الزرقاء A، ثم ذهبنا إلى الزاوية القائمة
بالتالي يجب ألا نذهب للزاوية القائمة مرة ثانية للمثلث ACB ACB، وبما أنهما متشابهان فيمكننا أن نبني علاقة بين نسب أضلاعهما. فمثلا نعلم أن النسبة بين الأضلاع المتقابلة، حسنا بشكل عام للمثلثات المتشابهة نعلم أن النسبة بين الأضلاع المتقابلة سوف تكون ثابتة، بالتالي يمكننا أن نأخذ النسبة لوتر هذا المثلث الأصغر. إذن الوتر هو AC، إذن AC على وتر المثلث الأكبر وهو AB. AB AC على AB سوف يساوي AD. AC على AB سوف يساوي AD، أي أحد الثيقان AD. AD فقط لأبين أني فقط أخذ نقاط متقابلة على كلا المثلثين المتشابهين. هذا هو AD على AC، على AC. يمكنك أن تنظر إلى هذه المثلثات بنفسك وتبين، انظر AD، النقطة AD هي بين الزاوية الزرقاء والزاوية القائمة، والنقطة آسفة الضلع AD هو بين الزاوية الزرقاء والزاوية القائمة، الضلع AC هو بين الزاوية الزرقاء والزاوية القائمة للمثلث الأكبر، بالتالي كل من هذان للمثلث الكبير، وهذه هي الأضلاع المقابلة على المثلث الصغير. وإذا كان النظر إليه يشكل نوع من الإرباك، يمكنك عندما تكتب عبارات التشابه بشكل صحيح يمكنك فقط أن تجد النقاط المتقابلة. AC يقابل AB على المثلث الكبير، AD على المثلث الصغير يقابل AC على المثلث الكبير، ونحن نعلم أن AC يمكننا أن نكتب ذلك كالحرف الصغير A. AC هو الحرف الصغير A، وAC هو الحرف الصغير A. لا يوجد لدينا تسمية لAD أو لAB، آسفة، لدينا تسمية لAB وهو C هنا، لا يوجد تسمية لAB، فلنسمي ذلك AD لنسميه بالحرف الصغير D. بالتالي الحرف الصغير D ينطبق على ذلك الجزء هناك، C تنطبق على كل ذلك الجزء هناك، وسوف نسمي DB لنسمي هذا الطول E. هذا يجعل الأمور أبسط بالنسبة لنا. إذن AD سوف نسميه D، بالتالي لدينا A على C يساوي D على A. إذا قمت بالضرب التبادلي لديك A ضرب A وهو A تربيع، ويساوي C ضرب D وهو CD. بالتالي هذه نتيجة رائعة نوعا ما لندى ما يمكننا عمله مع هذا المثلث الآخر هنا. إذن هذا المثلث هنا، إذن مرة أخرى لديه زاوية قائمة والمثلث الكبير له زاوية قائمة، وكلاهما يتشاركان بهذه الزاوية هنا. إذن من خلال تشابه زاوية زاوية المثلثان سوف يكونان متشابهان، بالتالي يمكننا أن نقول أن المثلث BDC، ذهبنا من الوردي إلى الزاوية القائمة إلى غير المعلمة، إذن المثلث BDC المثلث BDC مشابه للمثلث. الآن سوف ننظر إلى المثلث الكبير، الآن سوف نبدأ بالزاوية الوردية B، الآن نذهب إلى الزاوية القائمة CA BCA. من الزاوية الوردية إلى الزاوية القائمة إلى الزاوية غير المعلمة، على الأقل من وجهة النظر هنا، فقد علمناها سابقا بالأزرق. الآن دعونا نبني نوع من العلاقة هنا، يمكننا أن نقول أن النسبة على المثلث الصغير BC، الضلع BC على BA، BC على BA. مرة أخرى نأخذ الوتر لكلاهما، BC على BA سوف يساوي BD
لنعمل هذا بلون مختلف. بي دي هذا أحد السيقان. بي دي الطريقة التي رسمته بها كالساق الأقصر. إذا بي سي على بي اي يساوي، أنا فقط أخذ الرؤوس المتقابلة، بي دي على بي سي. ومرة أخرى نعلم أن بي سي هو نفس الحرف الصغير بي. بي سي هو الحرف الصغير بي. بي اي هو الحرف الصغير سي. بي اي هو الحرف الصغير سي. ثم بي دي عرفناه بأنه الحرف الصغير اي. إذن هذا الحرف الصغير اي. يمكننا أن نقوم بالضرب التبادلي هنا ونحصل على بي ضرب بي، وهو قد ذكرته سابقا في العديد من الفيديوهات. الضرب التبادلي هو حقيقة نفس الشيء كضرب الطرفين في كلا المقامين. بي ضرب بي هو بي تربيع ويساوي سي اي. والآن يمكن أن نعمل شيء رائع نوعا ما. يمكننا أن نجمع هاتان العبارتان. دعوني أعيد كتابة هذه العبارة بالأسفل هنا. إذا بي تربيع تساوي سي اي. بالتالي إذا جمعنا الطرفين على اليسار نحصل على اي تربيع زائد بي تربيع. اي تربيع زائد بي تربيع يساوي سي دي. يساوي سي دي زائد سي اي زائد سي اي. ثم لدينا سي اي في كلا هذين الحدين، بالتالي يمكننا تحليلها. بالتالي هذا سوف يساوي، يمكننا ان نحلل سي سوف يساوي سي ضرب دي زائد اي. سي ضرب دي زائد اي. ثم نغلق الاقواس. الان ما هو دي زائد اي؟ دي هو هذا الطول، اي هو هذا الطول، بالتالي دي زائد اي في الحقيقة سوف يكون سي ايضا. بالتالي هذا سيكون سي. بالتالي اذا كان لديك سي ضرب سي وهو نفس الشيء كما سي تربيع، اذا الان لدينا علاقة رائعة. لدينا اي تربيع زائد بي تربيع سوف يساوي سي تربيع. دعوني أعيد كتابة ذلك. أي تربيع، دعوني فقط أختار لون عشوائي جديد. في الحقيقة لقد مسحت هذا بالخطأ، فدعوني أكتبه مرة أخرى. إذن لقد بينا أن أي تربيع زائد بي تربيع يساوي سي تربيع. وهذا فقط مثلث قائم الزاوية عشوائي، هذا لأي مثلثين قائمي الزاوية. لقد بينا أن مجموع مربعي كل من الساقين سوف يساوي مربع الوتر. وهذه محتمل أنها واحدة من أسهل النظريات المشهورة بالرياضيات، سميت باسم فيثاغورس. ليس من الواضح أنه أول شخص بين هذا، ولكنها تسمى نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس بايثاغوريام ثيوريم. وفي الحقيقة هي أساس ليس كل الهندسة ولكن معظم علم الهندسة الذي سوف نتعلمه، وهي تشكل أساس معظم علم المثلثات الذي سوف نتعلمه. وفي حقيقة الأمر هي طريقة مفيدة، بحيث إذا عرفت ضلعين من المثلث القائم الزاوية يمكنك دائما أن تجد الثالث.